وخليني اقول لكم قصه لطيفه كده على موضوع الخوف. عملوا بحث عن الناس اللي بتخاف من المرتفعات، فالناس اللي بتنط بالباراشوت من الطيارات ركبوا جهاز قلب عليهم يشوفوا نبضات القلب لحد ما الطياره تطلع للارتفاع وبعد كده الناس تنط. فضربات القلب فضلت عاليه جدا من على الارض لحد ما الطياره وصلت للارتفاع، ولما الناس نطت ضربات القلب نزلت. ليه؟ لان مفيش حاجه اسمها خوف، انت عقلك بيهيئ لك النتيجه. فلازم نبقى عارفين ان الخوف ده وهم، لازم ناخد ستيب في الخوف، ستيب في الفير عشان تكسره. تاني حاجه، الناس بتخاف من الفشل اللي هو الفيلير، بس لازم نبقى عارفين ان الفيلير او الفشل ده جزء من النجاح. فالناس بتخاف من الخوف، احنا عايزين نقول ان الخوف ده جزء من النجاح. وفي حاجه اسمها بندلوم اوف سكسس، البندول بتاع النجاح، هو عباره عن زي القلم ده كده، البندول في عندك فشل وبيرد النجاح، فلازم تفشل عشان تعرف تنجح. بس احنا اغلبتنا بنعمل ايه؟ بنفشل بسيط، فلما البندلم بيرد نجاح بسيط، بنقعد في الكومفورت زون بتاعنا او منطقه الراحه. فاللي انا دايما بقوله للناس، حاول افشل بسرعه وافشل كبير عشان البندول يرد وتنجح كبير. فما تخافش من الفشل او الفيلير، لان هو ده جزء من النجاح.